لما ما لي معود واحد منكم يتكلم عنه. هاو ار يو؟ ام فاين عبدو، ام فيري ويل. سمعت عبدو، يجينا شي من خرق وناتشا، يجينا شي من انا راني خرص لكم، يجينا شي من الخليق لهناتشا كله يقول لك تو واش تعرف ما هو الطالبيه حركتكم ايش ضيق بيج مومو. عاقب عنا انت خويا شوف شنو اللي خلي خونا تياه كله خلاه. وانا قاع حنين نقول لك او البارح ما تتصل مع الصفحه تكلموا انا مسول عن واحدين ذي الخليق فما تياه ذي الخلق المنافق انا بعده وفكرني عاجبيني فم واحدين فم واحدين راهم رجال كبار ويتجاهلوا ذي فرفوا واحد نعت انه قاعد ما شافوا الا شاف كتاب والله شاف تدوين نعت انه ما شاف قال الخلق جاي مطلع شاك عنه وشاك عنه احنا فرنا خايفين بيبوبوا واحد منكم ما راعوا في واحد منكم واذا الخلق راعي فيه الكل يقول لك انا اللي نعدل لك تفضلوا انا راعيني لو هنا تيش راعينهم وذوك اللي راهم في النعمه يقولوا هم راعينهم خارج باس الي ريتور اي منكم حد جاي راعينهم يعطيه له رانا لكم ذاك الخنيز وذاك النوع المشاكل التطرف فينا رجعوا له عالم ولا ما يعلق علينا تفاصل لك نحن رجال الاعمال هنا تيا كله هرينا مراق من هنا تيا الكذا اللي كله نديرهم تحت القنبول نقول له صعد انا فراخ واحد ونصدر لك شي من الخلق نضيعوا الجوع نضيعوا النفاق يقول لكم انتم واش تعرفوا ما هو الطالب العدد يحرك لكم بيو تكلموا انت تحتوا كاع واحد منكم عاد البث مباشر ونحن اليوم عندنا لا يردوا كذا قابل لحيتو كي الشعار زاز وين ولد دوي من اسمه ولد دوي اللي فات اسمه منو ولد دوي اسمه الطالب العبد قال انه حقيقي طلعت يا بوي عالم ولعت قال انا خايف من وين وجه للرئيس وجه للناس اللي توكل المال العام وقول هذا العدل تحرام وشوين ولا ينفع وجههم انك قاعد انت تبكي لا شيء يعني قاعد تش مبكي العلماء موريتاني ما فيها ما هو سيدي يحيى منين فات راد الله انه مولي راد الله انه ضعفوا سيدي يحيى جاب مولانا الطالب العبد الودود وعاد لا شو مين 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 فود 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 والصحة صحة والراحة عرفنا الحياة لا يشقبك هون ما لا يكون حد شيء الراحة ما هي خالقه لا تفاصل لك وانا القلع علي راك نعود بلي انا اشتغل راسي ندور تم نقول كلمة حق ودور تم شو نعم عليهم مولانا خير مولانا معرم وذيك جماعة وذيك جماعة راهي نعود نعود ولد دوي اللي عدل التراوح راهي طوطا فيه كلها يمس بلاك كان يمس خلاكم النفاق هم العلماء ينتصحوا هم العلماء يعيا واحد منهم يزل ويعيا واحد منهم يضل ويعيا واحد منهم ينين عود يرزق ما تراعي في لقاش هذا من الوزراء وذا من كل ليله شفت افراق زينه والخلق راعي له لا يموت وانا عند القصرات والترحيل وين الخلق مسيكين اللي راعي له في الباطن وين الخلق اللي كان في الباطن كان عايش وكله كان عايش بها لا زايله ولا نخله اليوم له داخل المدن الكامل كله ما هو جابر باش يسووه ثالثة حد لا يتبع رقاش اتبعوا اتبعوا لا يعود خايف من مولانا ابليس ابليس شو تقول عن ابليس ابليس ماله كان مع الملائكة ابليس نحن سبب هنا سبب مشكلتنا يلمزنا فيها ماله سبب ابليس سبب مشكلتنا احنا نركض في الارض سبب وجودنا ماله سبب ابليس لا يتوفون انتم انه عن عالم هون واحد مدفق واقف ذي التالي واحد يوقف لي يقول لك خلق فقي هون ولا روايه ما نعرف ايش بان قاعد متخلط له دقيق ظل لي المولانا إن الذين وفيه وفيه وقابض لك شمل الأمور وأبو زعيرة تفعل وأبو طاسة غطى هذا أبوي نحن فرنا مسوين لك عدد واحد ينتفي ويقول لك ميات الناس تتابعوا بدلا تعود 3000 ولا 4000 طالع شرشري نحن فرنا فايزين نحن لا نقوم واعدينك أنت الواحد فيه اللي تقرا ما هو جاد عليه آيات الله ظلت تتلي ليل ونهار اللي كنت لا تدبرها ما يعود يرجع والله اللي اختار خرص في جوك من الشري عن تنخرص واحد منكم تو او انا بعد المتابعين ما انتكسوا انا نختارك من الصفحه تفصل معاها انا المتابعين اللي عاطيني هما شنو اذا جاك واحد لا يقرر فيك لايك انا اقل علي شيء موجود راعي ذاك هذه اللحظه هاي اللحظه لا تعرف تعرف الناس اللي تبقيك وتعرف الناس ما تبقيك انا قاعد راي زلت علي انا قاعد راني يشير ويقعد ما متفاصلي انا قاعد يقعد ظروف الارك هي ما يسامح حالي واني قاعد لا فكروا ان الظروف ياسره ما تكيسوا العلماء لحم والحمد المواطنين والضعفاء ما هو حرام انا مسوي لكم مسوي لكم انتم هذا الخلق ضعيف انا مسوي لكم انتم اللي كلكم على صوره ولد دوي ولد دوي ما تقيسوا وتقولوا لي يا ولد دوي خاف من مولانا احنا بعد ما قلنا لش خاسر ما تقولوا لي يا ولد دوي انت خاف من الله هذا الشعب ما تراعي في حاله ما تراعي في الاسعار ما تراعي في مافيا اللي يتنقل الشعب ليل نهار ما تراعي عن ثرواتك ليل نهار تنقل ما تمشوا له مساج على الخاص مرصفين عيانه يشير خلاق انا قاعد سفيه انا قاعد مقصور عمر يا غير بعد ماني لاحق القاش في خاسر لو قلت هنا شاقد حد قاعد جاني فاشل الا امك فاشل الا امك وفاشل الا بيج بوبك العاشر فاشل الا امك اكتب يا حرك شفيق بيج بوبك العاشر يا المنافق الاول اكتب يا حرك شفيق بيج من امك وشفيق بيج بوبك العاشر واسمحوا لي هذا النوع من الناس ما يجي ما هو النوع
سوء سوء يجيها لا نوع شفيق بي بوك العاشر حرق بي امك اكتب يا حرق شفيق اللي قطع عدلك المنافق الاول يا حرق بيك هذا لا يعود مكسور عمر شاد واحده يبطها بقاصيه هذا احمد وهذا وضاير واحمد ولمي اصلا ما ناكل يمين يلي يحرق شفيق بي امك يلي يحرق شديق بي بوك العاشر حمد لمين اخبارك منها يا حرق بيك تم يالطك تعود بارك يا سباك بعشا عمناش يا حرق بيك اطلع ويطلع قومك يا حرق شفيق بي اللي قطع عاد بي بوك العاشر والطالب العبد الودود دون الرجاله دون شو دون الرجاله ودور جمو اللي هون ملتان عوينات شديق كلكم بي بوك العاشر لين عادوا لزامريكيا هي اللي تطلع لين عادت لزامريكيا هي لين عادوا لزامريكيين حقوق الانسان هي اللي عاد تتكلم هذا ما العلم هون وهذا المعرفه كلها يأتي القران انا الليل واطراف النهار ما في ابقى اتكلم هذا ما العلم اللي تراعي فيه عندكم لاش من بنضيات وراني مولي فهمنا الصحة كل وقت تنبه عليها اتنسيو يا لا زاب باترون والله لا نعرف ان فيكم الناس الخايفه من مولانا اراكم كلكم يقبض الشير ويقبض واحد من العلم ويعطيه الشير ويمشي به شر مع طا مولانا ويتم يقريه هو ما هو مقريه افهموا انه ما هو مقريه لا يمشي به اذا كانوا تم تارة كارده خلاق طفي وتم الباترون كل شهر يمشي الحاس ولنعود الباترون لا يسوي عن واللي يقول له ايوا شو ما سي للشير ما احفظ عاد عنده كم عاد عنده 30 يقول له ما انا ان شاء الله تبارك الله عاد عنده 300 حزب الزفيط ما منه لا عليه افهموا انه ذا الخلق الهون يقرا القران غير ما يطبقوا ولا الخلق تراعي فيه كله فيه العلماء غير ما فيه يعرف ثالثا نيت اطرح سؤال ما نطرح عليه الخلق نطرح عليه فضيله الشيخ العلامه الفضيل والسيد يحيى ما الخلق الثاني ما هو مهم الخلق الثاني طارته السعوديه وطارته تركيا وطارته الاخلا وذري انت الثاني طلع شيخ محمد اكتب اكتب يا حرق شديق بي امك لا تعود من الدهان في الليل لصوص دار نعيم شي حرق شفيق بي امك العاشر وشفيق بي الاص الاول اطلع مالك من مناصر والدول ادفع شاي دار تحوش يا حرق شفيق بي امك تراك شاك عني كير خلق يا حرق شقيد لا تبي بوك يا المنافق الاول اطلع شاي يا حرق شفيق بي امك اطلع اذا ما واحد خايف من بي بوك العاشر اطلع فاشل لا امك فاشل لا امك وفاشل لا بي بوك وفاشلين انتم يا المنافقين انتم انت موري ثاني خالق زر زر من قاع عليه شقبه اني ما تقضوا عليه ما انكم لا يتراو الجنه ولا انكم لا تغسلوا هذا الخليق تراعي فيه المنافقين وين الخلق اللي كله تراوح ويطولها ما يقبض مخلوق مولانا ما عدل بين الساعه الخلق خلق فاشل نهار رمضان انا ما قادر في شيء انا صومي لمولانا وهذا نوع من الجهاد اهل الحق ميال تحد يدافع عنهم اهل الحق ميال تحد يقهدونهم اهل الحق ميال يسعى من اجلهم ما انه الحق لا تشوفه لا قاش انه حافظ كتاب الله سنسلكه في قلوب المجرمين هو يقدر الكفار حافظين القران يغفرهم يطبقوه افرهم يطبقوه البارح واحد صاد علي راسه كيكرا واحد هنا فريخ ما نعرف هو منو طالع لي من الخلق يقول لي راني نحط المتابع راسه كيكرا غير واطي في الطين يبغى انا شقداري فيك يا حرق بي امك اللي حطيت متابعه انا القادي فيك انا قري علي شي موجود يتبعوني هو اليهود والنصارى والصهيون ما يتابعني يهودي ما قرت فيه ما الخلق يجيك من الذين كفروا ويجيك من اله هذه رقوب البلحات والله ما تشوفهم علم الله بعلمه انك يدنك تسمع لا رجال كوري رجال قال انه هذه مولاه ما يموت انا فريق ضحككم انا فريق قادر فيكم شيء انا فريقكم تخلصوني انا دوله فرق انا موظف راسي انا عندي عزه النفس ماشي نشط قدر راسي نخدم راسي ما يعملني نعطش يعملني نعطش غير لا نعت المنافقين انهم منافقيه يا حراك لكم شديق بي وطالع انا شوي بهون كي شي متخلي طالع علي البارح ابو العلماء يوم انت تمشيني انت تخيمي خليك شي بعدين انت تفرح ايش قال فيك والله الذي لا شريك له وانا الموريتانيات قاع طائرات لي صراحه طائرات لي طائرات لي هذا يا حراك شفيق بي امك وبي بو مولي اللي معاك الوراء راعيني اذا هو يحرك لكم جاي اثنين البارح خويا لا هنا انصحك نصيحه بالله انت تنصحيني انا كوما داير حواجب عينك دايره فيهم شي هون كي يسلوك انت تنصحيني انا فري فيس نسمع نصوحه بي بوك العاش تنصحيني مشي امي دخلي واحد البارح جاي لابس الحجاب كي ما صدس عليها باش خويا عندي ذاك نصوحه في الله سبحانه وتعالى نصوحه ما تقعدي في دارك المراه فرات تتكلم مرأة قاع عندها هي أي وين وحق المرأة تتكلم، المرأة تقعد في دارها. العليات اللي عندهم الحق يتكلموا ذوك ما يتكلموا، وكلهم اللي قال عن راسه ومتفاصلة لها الرؤية. اللي معدل معدل شوية راسه. كلها تشوف لا تخدعك، رعاني حذاري من هذه الدعيات اللي كلها خابطة، كلها خابطة. رواية هون كي عياذ بالله كي أرون ما نعرف كي نسبته خارجين سم تايم ذا وور از ميل ميك تو تردكسن اوف ذا سنتمنت. خارجين عبارات ما تعبرهم.
شوف واحده خابطه الخمار، واحد هون شاد واحده مودي هون هون ام الدعاة، وقاعد لي انا هون ويخبط لي المحاضرات، وقال لي انا الحمد لله اعطاني مويه انا واحده من الدعاة هنا في نخله محروقه، وتشوفهم في الليل اللي شادين الاخبار، ابو بكر الصديق وحمزته وطلحته وعبيدته ستروه عالم مولانا يا اخوتنا اذا انه عليه ضحك. انا لا تقول لي فاشل، شو اذا يعود حق عندك انا ذا هو. لان واحد يكون قابض حساب مستعار هذا مارته الجبن، تبقي تعجبك نفسك تقدم له ناظر من اجل الراجل مرقي لا يخليك، طلع الى فطار جي له هون ذي الولايه، جي له هذولك بل الطبيعه بل القحط ونخله وذره بل الرجاله بل هون صدينا صفعنا الاعداء وقوش ذروات ليل ونهار ما خلينا المستعمر، مستعمر تاري خلاص يخش هون اطار ترعيدي ونيشا جغرافيته ما قد يعرف بل من يخش بعدك. وهو وهو واحد منكم انا مالي كنت تاكل البارح لاقد ما قديت البارح قاع ما عرفت كان الصحارة بيا الخرق الماسنجر اسمك 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 افروا يعنيكم خلي ولد دوي يتكلم خلوا الخرق يتكلم لا ينقادروا الصبعه لا ينقادروا با يقادروها لا ينقادروا الصفحه قادروها فيكم فاطمه على عاطيني شنو انا اللي عاطيني هو شنو لا ينقادروا الصفحه قادروها يا ليرتكم انا لا تعدلوا لي هو شنو وجيبوا باط اسمعوا اللي نقول لكم انا الدين لا ذاك اللي ملتزم الدين ذاك اللي خايف من مولانا وذاك اللي ماشي براسه وذاك اللي ماشي مستغني هو براسه عن الناس هذا هو الدين فاشل لا امك فاشل لا امك يا خي عين شو حد شافك قاع انت عينك فاشل لا امك فيك فاطمه فاشل لا امك وفاشل بيب ابوك العاشر هذا ما هو خرق العاقب لك يس امن ندايك انا في ظلمه بعد ظلمه لاني نتكلم على الشفيق بيب ابوك العاشر انا في ظلمه يس امين اداك انا في ظلمه يخليكني يا غير الظلمه لا انت اللي تابع لقاش قاع ما تعرف ديانته شنو تابع لقاش ما تعرف كانوا ماسوني ما تعرف هو شنو كانوا علماني كانوا الحادي الا اشتري قمت انتم دافعين اللي يحرك لكم بكم لا عسك تيكس العند والله برادو انتم ما تعيوا اللي يحرك لكم شعيب خيليق شمل المنافقين النار واكلتكم موريتاني 3 ملايين وخارقه 100000 هي لا تخش انا والطالب العبد الودود وسيدي كماش وحسن عتيق ومعانا مدون هنا لا من ذاك يمشوني ذاك هذه الجماعه هي رجال سرجنه ما بقى النار لا محاله في ذلك اسمها دار بال حركه لكم شفيق بي مم ايوا ايوا راعيني انا راعيني انا راعيني انا واحد منكم قايل انه يقدر يحرك راعيني راعيني صايب 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 راعيني راعيني وها واحد منكم لا يطلع لي انا راعيني 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 والمتابعين اللي ما تقصوا نحن الحقنا المتابعين اللي مهدي النبي انا قاعد دور 8 بلوك تبقى عندي الا 100 دور الصبح والله لكان ما بي انه بلوكي تعبني انت ما دان بلوكي جاي اثنان هون واحدة من الدعاة هون ها متمرطني قالت هذه الشير اللي حين يبرك به شافت عندي من خيلات قالت لي على سنة الله ورسوله اصل ماني لا ينشدك انا فريق فيصل اصل ماني لا ينشدك نختار عنك انجلندي عينيها زرق انا فريق مضحي براسي انا فريق مضحي براسي انا لا يتقريني بذا ماسك الدايرة ماني قاع لا ينحوز عليك هذه الكمينتات قاع ما نقد بهم والله انا نختار الشده ما ندور ملام الشوك عن حوز على موريتانيا يسوى انا عاجبني فم وحدات صراحه فم وحدات معيدلات ويوقي بهم وقال عاد قاع عن روسهم يقال ملي يعرفون المخلوق ما ما, ما هو كبار من قد انه معصوم انه ما هو معصوم تجيك واحده وتعود روايه تعاد تشرح لك روايه يقال هذا الخلق اللي يجيك متكبط شي من بنديات كلها تجيك وشاكي عنها فاطمه الزهراء ولا كلها تجيك اللي تشوف قاع محاضراتهم يا اخي عالم مولانا الان اللي كنت انا الرئيس الاول ما نقلق عليه رانا قاع الاسعار لا بقاو يروحوا اسمه الاول ما نقلق عليه الخلق طلع في عنده قطمت مره اني جاوني واحدين هم الدعاة ولا جاوني ساعة جاوني هم راني الدعاة فيهم الناس المتعدله الدعاة فيهم الناس المتعدله الله يلطف بيني وبيكم الدعاة فيهم الدعاة انا ماني عين يا اخوتي الكلام انا ماني معمم فم الناس وفم النويس تميت اني جاوني واحدين من الدعاة هونيك ساعة الصيف نخال ما شاء الله تبارك الله نخرفك ولا جاوني هون قالوا لي فلان انا ساعة من كين جيت بشهر اسباني وجيت قاع اصل لا ما ياسر عندي حتى ياك نعود معاكم صريح عاقباني مد دينا شيء وانا قاعدين لما هو ياك بقعد معاكم واضح ولا مكيني شيء تميت ماني عالم منين
جاني واحدين هم الدعاة وقالوا لي فلان خليك لين ضربك تخرج معانا. قلت لهم نخرج معاكم انا شواعد. قالوا لي لا انظروا تخرج معانا تو شوي. قلت لهم انا خليكم لي ماني صايب، انا عندي الهم وعندي همي وفي العمال ولا قد نحرك عنهم واقف مع همي لا يخسر لا يخسر. قالوا لي لا يعطيك تمشي معانا شوي. انا قلت لهم وزن انا قاعد انا صدرك فم روايه، انا قلت لهم الرزق انا ابقيه، انتم قلت معكم مبايعين الله على سنه الله ورسوله نخرج معاكم بسم الله. انا عملي هذا ما اقدر امشي عنه بسم الله، لا تطارحوا وتخلصوني لك متر للشهر. يا لا 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 قالوا لي انت مياطك تمشي لوجه الله سبحانه وتعالى. وقلت لهم انتم فرق ما تطارحوا لوجه الله سبحانه وتعالى، اطارحوا انتم لوجه الله سبحانه وتعالى. لين فوتان نمشي وتطلعوني بالدعوه اراه قاع ما فما اي مشكله. اللي انا سمعت من فضة انسلوا ابو بكر الصديق نيته لا يشارك في الدين ونيته لا يشارك في الدين ونيته لا يضحي ضحى بماله. الصحابه ضحوا بمالهم وضحوا باولادهم. خيرتك من تلفيل، خيرتك النصر، اصل بعد عبايتك ما يكي عبايتهم، اصل بعد عبايتك ما يكي عبايه الخريق اللي تراعي فيه الكل لابس لك روايه يا خلع قاع. انا قاع والله لا يخلعوني صراحه، ما تيت تشوف واحده دايره الحجاب ما طار لي الدنيا. واخيرت المناضي للناد مرصا المنور الحق اللي تعرف الحقيقه واللي خايفه من مولانا ولي وليه اللي ماشي فيه متفصله، اصل ما انا كيف والدعيات اللي عياذ بالله لا كلها داخلهم ان خطيرات ما يمرقون الى بارات. انا مالي كنت في اسبان، انا مالي كنت في لانزارت اخ زاد اشرف اسبانيا، مالي جبرت فم الموريتانيات كلها داخل الديزر تروازير، انا قاعد كنت في البارات. ايوا انتم اخباركم في الماتش ايش تعدلوا؟ ذاك تعدلوا انتم فم، قولي انا وشنو؟ انا قاعد امسي ما ندخلوا، ايوا انت اخبارك فم؟ متابعين المتابعين وانا كذاش لكن نوع قبضوا الحد ينقبضوا ذاك نوع الامور، وقبضوا من حد ذاك اللي يقول لكم اخواني الكرام، وقبضوا الحد مدى يتفاصله. استغفر الله العظيم الا منك، انا استغفار ما تعلموا لي خليكي. انا مولانا لين تخلي بيني انا مولانا ناعم علي. نخرص راقد ونصلي في الوقت نبقي نصلي ونرجى ربي ودعوتي مستجابه ومولانا راضي علي. هذا اللي تعيد تخلي وبار والدي الحمد لله، والدي وجدي يرحمه ان شاء الله ما مشيت عنه وفاته انا متبارك عنها خلينا نشكرها. معناه نبور الوالدين ما تقولوا لي في شيء، والدتي ذاك راضي عني مدفاني البارح خابطه بن حسني ما تتفاصل الدنيا. لا تفاصل لك، معناه انكم ما تصدوا علي انا انتم ويقول لي واحد خاف من مولانا ولا استغفر. خاف انتم من مولانا اولا. حد هو انسان لا يجلس مولانا ميالته حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، حد جالس مولانا يجلس لا بشي واضح. حد خايف من مولانا يعود خايف من واحد، وحد خايف من مولانا ما تراه العباد. ها الطالب اللي كنا ماريناه، ها الحجاب اللي يروحوا بينا، ما تشبر شوي عنده الشير، وهي المقبره سبحان الله ولاد مش هذه. قالوا عنها لا مصبي، الاني نموت ساكن يقول لك ذاك مصبيته فلان. ونين ينتخم واحد والله يقطع السركويل وينقال لك ذاك مصبي، يا اخي فلان ما عنده شيء، فلان ما عنده حول لا قوه، فلان كان عنده شيء يعطي راسه. أو الشباب ودعكم جماعات قريب الى وقت اخر ان شاء الله تعالى، والوعر صفعه خلوا عنه.